السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو أصدقائي سنتعرف على الأبل ووتش ألترا الجيل الجديد أبل ووتش ألترا 2. هذه ساعة أصدقائي تأتينا بأحدث تكنولوجيا وتأتينا بسعر يعتبر مرتفع بما أنها تأتينا تقريبا كأغلى ساعة ذكية موجودة على الساحة. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى الإعجاب بالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. بداية أصدقائي تعرفنا على الواتش ألترا السنة الفارطة ساعة تأتينا أصدقائي بأحدث تكنولوجيا وهذه الساعة يعني تستحمل الصدمات وتستحمل يعني الظروف القاسية. هذا ما قدمت شركة أبل في مؤتمر السنة الفارطة سنة 2023 الجيل الأول لقى نجاح كبير وهناك عدة أشخاص يعني تستعمل هذه الساعة كل يوم في ظروف طبيعية وغير طبيعية. يعني هناك أشخاص تعمل بها هناك أشخاص تركض مسافات كبيرة جدا من خلال هذه الساعة هناك أشخاص تغوص في عمق ماء عالي جدا يعني من خلال هذه الساعة تأخذ منها أعلى وأفضل تجربة أداء. السعر أصدقائي هنا يعتبر مرتفع جدا بما أنها تأتينا بأفضل تكنولوجيا أفضل مواد تصنيع. هناك كما ترون هناك عدة سترابس متوفرة كما ترون أصدقائي. السعر هنا يبدأ من 799 دولار للأبل ووتش ألترا 2 يعني السعر أعتبره مرتفع جدا مقارنة بساعات ذكية أخرى موجودة على الساحة، لكن هذه الساعة تعتبر الأفضل من حيث الأداء ومن حيث تجربة الاستخدام. اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات حول الأبل ووتش ألترا إن كانت تعجبكم أو لا، إن كنتم يعني